بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع موضوع أبحث وأكتب. أكتب موضوعا إنشائيا عن أهمية المخترعات في حياتنا، مع ذكر أمثلة توضيحية تؤكد أهميتها، وأستعين بمراجع وأوثق كتاباتي بالصور أو رسوم، وأكتب ما جمعته ثم أضمنه ملف تعلمي. الصفحة دي صفحة كام عشان تبقى عارفين؟ 112. صفحة 112. الآن هذا هو الموضوع جاهز. يلا نكتب. الاختراعات والتكنولوجيا الحديثة أحدثت العديد من التغيرات، وقامت عدد من الاختراعات بتغيير حياة البشر للأفضل. أهميتها بقى، خش على طول في الموضوع. قامت المخترعات بالتأثير في حياة الإنسان من خلال 6 حاجات: تسهيل حياة الأشخاص، تقليل الوقت اللازم من أجل القيام بأمور معينة. حسنت الاختراعات من الأحوال الاقتصادية والمعيشية والصحية. ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الأشخاص في كثير من الحالات. جعلت هذه الاختراعات العالم قرية صغيرة يسهل التواصل فيها. رفعت من رفاهية الإنسان صورة كبيرة. ساهمت هذه الاختراعات في الحفاظ على راحة الإنسان، حيث حققت له الكثير من وسائل الراحة. أنت ممكن على فكرة تصور دي كده هون من الجوال للأستاذ أو المعلمة وتبعتها له، بدل ما تقعد تكتب كأن أنت اللي كاتبها، يعني كأن أنت اللي كاتبها. أنا ظبطها لك أهو، وأنت واخدها صورة وأنت كتبت على الكمبيوتر وتبعتها له صورة، وتقصها كده وتزوقها وتبعتها له. أيضا هنا بقى أمثلة لمخترعات مع صور، أو له مثلا البنسلين، ويتم استعماله من أجل التخلص من مجموعة من الأمراض المختلفة، وذلك مثل التهاب المفاصل والعظام والسيلان اللي في الدم. وهذه صورة البنسلين. المصباح الكهربائي، ويتم استعماله في إضاءة الطرقات والبيوت وغيرها الكثير من الأماكن الأخرى. طبعا تقوم مصور صورة، عامل له صورة البنسلين والمصباح الكهربي كما نرى. اعطيها صورة وابعت على طول، أو اطبعها وحطها في الملف الإنجاز، والمعلم عاوزة تشوف الكلام ده أو الأستاذ جاهزه من غير ما تكتب ولا حاجة. تمام، اعطي له صورة وزوق نفسك. الحاسوب، ويستعمل في إنجاز العديد من الأمور، وأهم هذه الأمور الطباعة وحفظ المعلومات واسترجاعها بكل سهولة. وعندك حاسوب أهو، ولو عاوز نكبره لك شوية كبره لك عشان يبقى شكله حلو ويطلع في الصورة كده جميل أهو. الشبكة العنكبوتية، أو شبكة الإنترنت، ويتم استعمالها في البحث عن الكثير من المعلومات المتنوعة وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الناس، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. لو أنت عملت كده 3 صور وترفعهم في الملف للمعلمة أو الأستاذ، وتقص على قد بس المعلومات وتشيل الحاجات الزائدة، وبكده يكون انتهينا من المطلوب. ولا تبخلوا علي باللايك والدعاء. آمل أن أصل ل 100 ألف مشترك بكم وبجهودكم وإرسال القناة لأحبابكم وزملائكم. لا تبخلوا علي باللايك والاشتراك يا أبطال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.